صراحة أنا لا أشاطرك الرأي تماما على ما تفضلت به، و يعني تقول أن أمور تفوت الوزير، يعني هذه كلام غير مقبول تماما. وأنا أدعوكم إلى الوزارة مع رئيس مدير عام لسوناطراك اللي هو ابن هذا البلد، ليقوم بأعمال جبارة، مهندس خريجي هذه المعاهد الجزائرية وعمل في سوناطراك، وهو يعني يعمل بكل كفاءة وكفاءة عليا مشهودة له جزائريا ودوليا. فأنا أفضل أننا ما نتكلموش بحماس هكذا، نتكلموا بواقعية وموضوعية. ورقلة ولاية من ولايات الجزائر العزيزة علينا كثيرا، وعندها برامج تطويرية كبيرة، وسوناطراك عندها مشاريع تطويرية في هذه الولاية. وإن شاء الله يعني احنا أبوابنا مفتوحة، وندير لكم دعوة لكم ولكل الشباب ولكل النواب وكذلك للسيناتور توانا، يعني مرحبا بكم، وراح ندرسوا مع سوناطراك كل هذه الملفات، وراح نخلوا ولا ملف عالق، وبكل موضوعيه وكذلك عداله بالنسبه لكل شبابنا. واحنا فاهمين الوضعيه وفاهمين الطلبات على سوناطراك، وسوناطراك غير قادره باش تحمل كل طلبات التشغيل، لازم القطاعات الاخرى، لازم كذلك تفعيل كل النشاطات المستقبليه اللي راحنا هنا عازمين بالنهوض بالاقتصاد الوطني اللي راح يوفر مناصب شغل كبيره وخاصه في